رقم مشاهدينا الأتقياء قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الآن مع واحد الأم اللي كتوجه نداء لأي واحد شاف الابن ديالها، هاد الابن سميتو ولا هاد الشاب سميتو الحسين، في عمر ديالو 25 سنة، كيعاني من اضطراب نفسي ومرض عقلي، اختفى هذه المدة ديال 3 ايام. الام كتقول ان ولدي عقله بحال شي ولد صغير، ما تيهضرش مزيان، ما تيعرف كيدويش مزيان. حتى سميتو. دونك كنتمنى واللي شافو الله يجازيكم بخير، واللي تعرف عليه يتواصل مع الام ديالو. غنخلي لكم الرقم ديالها وهي غتوجه لكم النداء. لكم اختي عرفتي عليكم تقربي لك السلام اختي. الصويره. السلام عليكم عليكم السلام اختي. اختي، احكي لينا كيفاش اختفى ولدك، شنو سميتو، شحال عنده من عام؟ عنده 25 عام، سميتو ميطر الحسين. ما كيعرف يهدوي، ما كيعرف يهضر. لما بدلت ليه ما كيبدل، لما غسلت ليه ما كيغسل. سميتو والبارح كان هاني بخير، قلتي لي انا ولدي بحال شي ولد صغير. بحال شي ولد صغير، ما كنخليهش، انا كنسد عليه الباب ما تنخليهش يخرج. والبارح خرجته شويه هرب، حيت ما كيشربش الدواء. دابا عام دي عام دابا ما بقاش كيشرب علاش الدواء، ما كيشربش الدواء؟ حيت ما عنديش باش نشري ليه داك الدواء، غالي. كانت عندي جمعيه في الجمعية حي اللي الم... كانت كتعطيك الدواء، هي اللي كانت كتعطيني الدواء، جمعيه بيتي كانت كتعطيني الدواء. صافي حبسوا دابا حاليا عليا، ما بقاش كتاخدي الدواء بقاش ديالك. كناخد الدواء ديالو، كانوا كيدوزوا لي، كان واد مني ما بقاش كيعطوني الدواء. الدري انايا ما شحال داير هاد الدواء تقريبا اللي خاصو ياخد وما كتشريهش ليه؟ الدواء ديالو كي خاصو يكملوا شهر، دابا قلتي لي يكون ولدي كيشرب الدواء ما يخرجش ما ما يهربش. يخرجش ما يخرجش ما يضيعش ليا. كيشرب الدواء كيكالمي، كينعس. دابا عام ما بقيتش عطيتو دابا انتي الدواء، كأم كيفاش عشتي هاد ما المدة؟ كنعش، انا ما كنعش شخصي، والله ما كنعس. ديما كل ساعه كنتسنى ديك الهزه ديال الكبده، كنزيد كيتاني. شتي ولدك؟ توحش ولدي، ولدي بقى لي دري صغير. ما خاصك تغسلي ليه، خاصك تبدلي ليه، خاصك تعطيه الماء. انا ما غسلتي ليه ما يغسل، يعني انت اللي كتوكلي دابا انا مشيتي اللي ما عرفتي كنعطيه، واش انا اللي واكل واش كنبدل شارب. ليه. قسما بالله كاع الناس كيشوفوا ماليا فيه، ما خاصو حتى حاجه معايا انا، ماليا فيه. ديك النهار ضربني كاع، فرقع عليا راسي حيت ما كيشربش الدواء. عيتي ما عنده لا اب لا حتى شي واحد، انا اللي عازه، انا كنطلب عليه، انا كنخدم عليه، انا كلشي. المهم انت دابا كتبقي تسولي راسك، كتقولي واش ولدي ناعس لابس واكل؟ ما كيعرفش، ما كيعرفش. ما خاصك تبدلي لي، خاصك، كاع الناس عارفينو، خاصك تبدلي لي. حاشا كيدير في حوايجو، يبول في حوايجو، ما تيعرفش. دابا الحوايج اللي مشى بيهم يمشي حاشا كشي طارو يبدل، يبانو لي الحوايج، يبدل هذوك الحوايج يلبس حوايج اخرين. دابا هذوك الحوايج اللي مشى بيهم محاش لابسهم. باش مشى شنو مشى لابس؟ لابس السروال ديال السورفيطا كرونا والقبيه ديالها والصنداله صابو ومحسنا ليه. عنده اللحيه خفيفه، ما عندوش لحيه بزاف. يعني مشى لابس قبيه كرونا؟ لا باج قبيه باج باج. والسروال كرونا. قلتي لي كيبقى يبدل، علاش كيبقى كيبدل؟ يبدل لا كي يخرج حوايج الزنقه ياخذهم. انا في الدار عندي، هنا في الدار خليت المريم محبوس في الحوايج بزاف، يعني كيبقى يلبس حوايج اخرين ماشي داكشي اللي كان. ولا خرج للزنقه ولا بانت لي شي حاجه في الزنقه يلبسها، ياكل ماكله حاشاك في الزنقه ياكلها. دابا مدة 3 ايام و 3 ايام ما كنعش. انا البارح من البارح ولا كنقلب، ما جيت البارح حتى الوحدة الليل، هذا جيت وانا نعس، ما نعسش. كنحس بالكبدة تسكت، شرحات لي وكنطلب من الله. يعني الكبدة راه ماشي سهل، ما يحسوا بك الامهات، الام اللي حاسه، اللي والدة هي اللي غتحس بك، هي اللي كتحس. ما شغل نقول لك اختي، عمرو اختفى، عمرو خرج لك، خرج لي واحد العام الاول، خرج لي بريك 15 يوم شافوه الناس، حيت هو كيقول حي الحساني العراقي، الحي الحساني. هذيك النار لاحو شحال من كلمه كيعرف، جوج كلمات، جوج كلمات. ماما الحساني العراقي، الحي الحساني العراقي، ماما صافي، زينب كيقول انا اختو، صافي هادشي اللي كيقول. ما قلتش شي حاجه اخرى من غير هاد الكلمات. وياسين خو مثلا دويتي معاه كيقدر يدوي معاك، ما تفهميش. دابا الام ديالو اللي غتفهمو، انا اللي كنفهمو، بحال دابا شي واحد اخر ما يفهموش. دابا نتوما اللي كتفهمو، انا اللي كنفهم، حتى واحد ما كيفهمو، انا اللي غادا لي على العقليه ديالو. دابا حاليا انت كأم اختي شنو تقولي للمحسنين؟ الناس المحسنين ان شاء الله تلقايه، وخاص الدواء، خاصني الدواء ضروري، خاصني الدواء. انا عندي طبيب اختصاصي ديالو في شارع عبد المؤمن، طبيب ديال الاعاقه، خاصني دابا 8000 ريال كل 3 شهور، خاصني 8000. الحسين ما خاصش يتقطع ليه، خاصو يتقطع ليه الدواء. قلتي لي هذه ثاني مره كيدير لك بحال هذا، ثاني مره، هذه ثاني مره.
ديك المره شحال غبرت؟ 15 يوم شافوا عشي ناس الله يجازيهم بخير كيهضر على الحي الحسني لاحو في الجروب ديال الحي الحسني. شافت واحد الدريه بنت جيراننا هنايا جات عند بنتي قالت لها فين هي ماما؟ قالت لها ماما مشات تقلب على خويا، قالت لها قول لها تمشي للبلاصه الفلان الفلانيه. ولقيتي؟ ولقيتها في المحمديه. في المحمديه دابا حاليا من بغيت توجهيني؟ كانوا جاي الناس كلشي اللي شاف هذا الولد ولا هذا يتصل بيا. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم الوالدين، انا قلبي قلبي تتهلى ليا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين اللي شافوا ولا اللي صعبوا علي عيط ليا ونجي نجيبو. الله يرحم ليكم الوالدين. دابا اختي انت كتبقاي نهار كامل وانت خارجه انا دابا غادا دابا كما جيتوش انتوما غادا نمشي دابا نقلب. كتبقاي نهار كامل وانت دايعه كتقلب؟ انا دايعه نقلب ونفرق في التصاور ونفرق في التليفون، نمر التليفون ديالي مشيت للكوميسيري باقي لي دابا السبيطارات غنمشي نقلب فيهم. الله يسمح لينا من الوالدين راه ماشي سهله. المهم تي الرقم ديالك ديال التليفون انا غنبيع لك 06 انت قولي مرايا 06 06 31 31 48 48 12 12 44 44 في الاخر. عطيني المهم تي تصويرتو هاك اختي. مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي الله يجزيكم بخير. اللي شاف الحسين راه عائلته ما غيقابلوش خطا خطا انا محرم مع عائلتي ما كنمشيش عندهم على قبله حتى واحد ما كيبغيني. يا ولد يا رب يا رب يا رب تبقاي بخير وعلى خير يا رب اختي. يعني كنتمنى منكم راه ما تيهضرش مزيان وتا الكلمات ديالو راه الكلمات اللي مفرزين هي الحي الحسني العراقي ماما هادشي اللي تيقول زعما مفرز. اما الكلمات الاخرى ما غاديش تفهموهم حيتاش الام ديالو عائلته هما اللي كيفهموه فقط. يعني كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير بارطاجيو هاد اللايف وكنتمنوا ان شاء الله ان هاد الام هاد الليله ان شاء الله علاش لا ما يجيش ولدها في دارها. وكنتمنى شي جمعيه اولا شي محسن يتكلف بالدواء ديال هاد الولد حيت ما خداش الدواء كيبقى يخرج وكيبقى يهرب. يعني كيضربني 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 كيهز علينا الماس وكيضربني. هادي شوفي الحيوط هادي كلشي بالماس كيضربني وكاك وما كان مساخياش بولدي. المهم تي راه ولدك هذاك واخا كيفما كان غادي ولدك يكون حداك. يعني كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير انكم تبارطاجيو هاد اللايف باش يوصل لعند الناس بزاف. كل ما تبارطاجيو كل ما غيوصل كل ما تبارطاجيو كل ما غيردوا ليه البال للناس في الزنقه. شي حومه دابا ولا فشي درب ما فشي بلاصه مخشي فيها دابا البلاصه اللي بات فيها البارح هو الحسين في الدرب عندهم اولا فشي بلاصه يتواصل مع الام ديالو. الرقم ديالها هو 31 44. وهنا مشاهدي قناه نكون وصلنا لنهايه هذا البث. نتلاقاكم في بث اخر موضوع اخر. السلام عليكم نهاركم بخير.